سلام، انا معاد احبوش. الصراحه ما سخيتش بكم، هذا هو الدرس الاخر ديالنا واللي هو الصين. ما سخيتش بهذه السلسله هذه اللي كل مره كنعرفوا على كل دوله بزاف ديال الحوايج. شكرا لكم بزاف على الاقبال ديالكم على هذه السلسله ديال الجغرافيا اولى باك. شكرا لكم بزاف، نتوما السبب باش درت هذه السلسله، وكنتمنى لكم احسن النقاط في المدرسه ديالكم، يعني يحاولوا تضربوا على 20. كنعاود نشكركم مرة أخرى حيت نتوما السبب باش درت هاد السلسلة هادي. إلا بغيتو فولوني على الانستغرام، هانا غنخليه لتحت. أوكي، نبداو هادشي. قبل ما نبداو هاد الدرس هذا، بغيت نقول لك باللي الميريكان والصين راه بيناتهم منافسة شديدة في المجال ديال الاقتصاد. الصين مجهدة وميريكان مجهدة، دونك غتلقاو تشابه في هاد الدرس ديال الصين والدرس ديال الميريكان اللي شرحنا قبل. فهاد الدروس بجوج كيهضروا على الاقتصاد ديال كل دولة. أجي نهضر شوية على الصين. الصين هي أول دولة من حيث عدد السكان، فالصين فيها 1.3 مليار نسمة. الغريب اللي كنلقاه في هذا العدد هذا هو أن كل شيء منظم، فمن المحتمل أنه دولة فيها 1.3 مليار غيكونوا فيها صراعات كبيرة في الداخل ديالها، ولكن شناوة قالوا لا. شناوة الصين بالتنمية البشرية المجهدة ديالها وبالذكاء ديال السكان ديالها عاقوا بالليلة تجمعوا وداروا يد في يد غادي تولي بلادهم من أفضل ما كاين. وفعلا هذا الشيء اللي وقع. داك الشيء علاش في الصين دابا كتشوف أن أول حاجة كتقرى عندهم هي الأخلاق. الغريب في الأمر كذلك أن الصين دولة شيوعية وحكمها الحزب الشيوعي الصيني في واحد النظام واحد، يعني نظام على الدولة كاملة. الصين بزاف ديال المناطق فيها ولات ذاتية الحكم بحال ماكاو وهونغ كونغ المعروفة، والعاصمة ديال الصين هي بكين. المساحة ديال الصين هي 9,600,000 كيلومتر مربع، وهاد المساحة خلاتها تكون ثالث دولة في العالم من ناحية المساحة الكبيرة ديال الأرض ديالها. الحضارة الصينية كتعتبر من أقدم الحضارات في العالم، 6,000 سنة وهي ملكية، ودازوا فيها بزاف ديال السلالات، من بينهم السلالة ديال شيا والسلالة ديال تشينغ. هاد تشينغ هادي تكون سمعتيها بزاف. غتجي 1911، 3 سنين قبل الحرب العالمية الأولى، وغيساليو هذا النظام، النظام الملكي ديال السلالات. في البداية ديال القرن العشرين الصين طاحت من الداخل، تهلكات بالحروب الأهلية والتفككات. الصين تقسمت لجوج، جوج معسكرات، واحد فيه الحزب الشيوعي وواحد فيه الكومينتانغ. وبما أن الصين شيوعية دابا أتكونوا عرفتوا الحزب اللي غلب. المهم في 1949 غيساليو هاد الأعمال ديال العنف، الحزب الشيوعي غيغلب الكومينتانغ والصين غتولي جمهورية. الحرب الأهلية سالات لصالح الحزب الشيوعي، والكومينتانغ غيولي شاد دولة أخرى اللي هي تايوان. الاقتصاد ديال الصين دابا هو تاني أكبر اقتصاد في العالم من بعد ميريكان، وكاين نظريات كتقول باللي الصين تقد تكون قوة عظمى الأولى في العالم من هنا للقدام. هاد الشيء بطبيعة الحال إلا طاحت ميريكان وإلا تزعزع الاقتصاد ديال ميريكان، وهاد الشيء ماشي شي احتمال صحيح وشي احتمال واقف على الصح، يعني ماشي شي حاجة حتمية غير شي حاجة محتملة. أوكي، دابا غنبداو الدرس. هاد الدرس هذا وجه لينا التركيز للقارة الآسيوية، ودابا غنبداو الدرس ديالنا اللي هو الصين. كيف ما قلنا كاين تشابه ما بين الصين وميريكان في هاد الدروس هادو بجوج، دونك الحوايج اللي غيخصنا نعرفو على الصين هما مظاهر القوة ديال الصين الاقتصادية، يعني مظاهر القوة الاقتصادية ديال الصين. غيخصنا نعرفوا العوامل المفسرة لهذه القوة الاقتصادية ديال الصين، وغيخصنا نشوفوا المشاكل والتحديات ديال الصين الاقتصادية. ومن اللي كنقولوا المشاكل راه كنقصدوا هنا حتى التحديات، يعني المشاكل هما التحديات. بيان، غنبداو بالمظاهر ديال القوة الاقتصادية بالصين. القوة الاقتصادية بانت في أن الصين عندها إنتاج فلاحي كبير ومتنوع، والإنتاج الصناعي حتى هو كبير ومتنوع، وهاد المجالات بجوج كيتطوروا بالزربة في الصين. الفلاحة والصناعة كتطور بالزربة. الصين محتلة مراتب متقدمة عالميا في بزاف ديال المنتجات اللي كتصنع، والصين حتى هي كتساهم بشكل كبير في الإنتاج العالمي. القوة الاقتصادية بنت كذلك في أن الصين عندها المناطق الصناعية متعددة. الصناعات موجودة في الشرق ديال الصين وباينة فيه مزيان، ومن 2003 والصين كتحقق 7% من قيمة الإنتاج الصناعي العالمي كل سنة، وهي الرابعة عالميا في هذا المجال من بعد بطبيعة الحال أمريكان واليابان وألمانيا.
الصين بحال الميريكان، المواد المصنعة مهيمنة على البنية ديال التجارة الخارجية، يعني كتصدر بزاف ديال المواد المصنعة. المبادلات التجارية ديالها مع الدول كتيرة، الصين مسخنة كتافها وغادو كدير علاقات مع الدول ديال العالم. مظهر آخر اللي كيبان هو أن الصين القيمة ديال الصادرات ديالها كبر من الواردات، دونك الميزان التجاري ديالها كيشد فيه الخير، وهذا الشيء كيتطور باستمرار. هكا غنكونوا سالين المظاهر ديال القوة الاقتصادية ديال الصين، وقوية تبارك الله. غندخلوا للعوامل المفسرة لهذه القوة هذه، يعني الحوايج اللي خلاو هذه القوة الاقتصادية تكون. نبداو بالعوامل الطبيعية. المناخ ديال الصين حتى هو زويون ومعروف بالرطوبة بحال ميريكان. الشتاء كتكون موجودة والجو كيكون ملائم طيلة السنة. الصين عندها مساحة زراعية مهمة في الواجهة ديال الشرق، يعني المساحات الزراعية في الشرق كبيرة. الشرق ديال الصين غني صناعيا وفلاحيا، يعني من جميع الجوانب. الطاقة والمعادن الصين كتنتج منهم داكشي متنوع ومحتل المراتب المتقدمة عالميا. واخا كتلقى فيه مشكل حيت العدد ديال السكان ديالها كبير وكيستهلكوا ويصنعوا بزاف، دونك كيلقاو فيه مشكل. هذا جانب. دابا هادو كلهم عوامل طبيعية. راجي ندخلوا دابا في العوامل البشرية. من ناحية العوامل البشرية كاين عدد السكان. عدد السكان كبير بزاف كما كنعرفوا، فراه 1,300,000,000 اللي كاين في الصين، يعني اليد العاملة موجودة ورخيصة. الناس كاينة باغا تخدم وغيب تمان ماشي كبير بزاف. ندخلوا دابا للعامل الاخر او للعوامل الاخرى اللي هي العوامل التنظيمية. ها علاش الصين متقدمة في العوامل التنظيمية؟ واحد السياسة ديال الاصلاح دارت في 1978، دارها الرئيس ديال الحزب الشيوعي واحد السيد الله يجازيه بخير، كان سميتو دينغ كسياو بينغ. بدل بزاف ديال الحوايج في القوانين والنظام ديال الدولة، تقريبا دار ثورة لداكشي اللي كان قبل، وبدل الصين اقتصاديا في ظرف زماني قصير، ماشي بحال اعداد التراب الوطني اللي سنين هادي وما تبدل حتى شي حاجه وما تبدل والو. المهم هاد الهضره بيناتنا. المهم هاد السياسه هادي اللي دارها دينغ كسياو بينغ بدلات الكومونات الشعبيه بالاستغلاليات العائليه. الكومونه كان الا بغيتي تشري شي ارض في الريف كان خاصك ضروري دير فيها واحد الكومونه اللي هي بحال الشكل ديال دوك القبات، يعني دايرين كيبحال الديور اللي تيشبهوا القبه. ولكن كسياو بينغ الله يجازيه بخير كان السبب في الانقراض ديال هاد الكومونات هادي، ولات الاستغلاليات العائليه يعني والملكيه الخاصه. بني حتى فيلا ما كاينش اشكال، بنيها في الريف بنيها في اي بلاصه ما كاينش اشكال. الدوله كذلك خفات في القطاعات الاقتصاديه ودارت معها زوين، كتعاون المقاولات وكتشجع الناس ديال المشاريع والشركات. الصين كتستعرض التكنولوجيا المتطورة من دول الغرب الرأسمالي باش يطوروا الصناعات ديالهم. الصين كتعطي المقاولات الاستقلال الذاتي في التسيير. مثلا انت كانت عندك شي شركة في الصين ولا شي مقاولة، عندك الحق دير قانون ديالك خاص واللي هو اللي يمشي يسري على ديك الشركة او المقاولة، يعني ما يكونش تابع للدولة. الصين دخلت واشتركت في مؤسسات كبيرة، مؤسسات مالية عالمية مختصة بالمال بحال منظمة التجارة العالمية ومنظمة البنك الدولي. هذه كلها عوامل تنظيمية. هنا يكونوا العوامل كلهم سلاو. اجي نشوفوا المشاكل والتحديات ديال الصين في المجال الاقتصادي. وفي طبيعة الحال احنا كنقراو في المجال الاقتصادي، ففي المشاكل الطبيعية والبيئية، المشاكل الخارجية، وكاينة حتى المشاكل المجالية اللي كتخص بالصين في الداخل ديالها الصين براسها. بالنسبة للمشاكل الطبيعية والبيئية، أن واخا المساحة الزراعية كبيرة ولكن قلال الأراضي اللي صالحة للزراعة، والأمن الغذائي صعيب شوية في الصين. فدارت سياسة الطفل ولكن تخلوا عليها في 2015 باش يحققوا الجانب ديال الشيخوخة في المجتمع. الصين كانوا فيها الأطفال بزاف، يعني وكانت الشيخوخة مرتفعة في المجتمع، دونك بغاو الدراري يكونوا صغار. يعني الفئة ديال الشباب هي اللي تغلب الفئة ديال الشيخوخة، ما حد الشيخوخة أو الشيوخ ما كاينينش
فكتجي الفرصه باش الاطفال يتولدوا ويوليو شباب ويخدموا للصين ويخدموا المجتمع. فهذه هي الفكره ديال المجتمع الصيني، وهذا الشيء علاش حيدوا ديك سياسه الطفل. كاين مشكل اخر، انه كيف ما قلنا حنايا ان الصين كتصنع بزاف، الصين التصنيع ديالها فراه عالمي ومحتل واحد الرتب عالية في العالم تقريبا، ولكن هذا التصنيع هذا كيلوث البيئة بواحد الشكل انعكاسي، فهذا مشكل بيئي. المشاكل الخارجية ديال الصين كتبان في ان الصين كتجيب المواد الأولية من دول الخارج. واخا الصين الانتاج الطاقي والمعدني عندها كبير، كتنتج الطاقة والمعادن بواحد الشكل كبير، الانتاج طالع، ولكن ما كفيهاش، راه كندويو على 1.3 مليار ديال الخلق. يعني التصنيع والاستهلاك ديال هاد المعادن والطاقة هو اللي كيخلي الصين، يعني كيسبب لها انها تكون ملزمة انها تجيب مواد اولية من الخارج. يعني داكشي راه تيضيع وكيتستهلك في التصنيع وكيتستهلك في الطوموبيلات وداكشي اللي خاص بالطاقة. حاجة اخرى، ان الصين تابعة لدول الخارج باش تسوق المنتجات المصنعة ديالها، دونك كتخضع لشي حوايج كيفرضوها عليها الدول الخارج بحال الامريكان وكندا. فإلا كانت الصين غتصنع يعني غتسوق المنتجات المصنعة ديالها في هاد الدول هادو، فكتخضع لشي حوايج كيفرضوها عليها بحال السلام ولا انها تبقى بجنبهم ولا شي حاجة. الصين كذلك كتأثر من اللي وقعوا ازمات في الدول اللي مشاركة معاها، وهذا مشكل خارجي حتى هو. يعني فاش شي دولة كيطيح الاقتصاد ديالها، الصين راه كتأزم وحتى هي كتأثر بهاد الأزمة هادي، ماشي كتأزم شي أزمة قوية ولكن كتأثر. بالنسبة للمشاكل المجالية، وصلنا دابا للمشاكل المجالية، كاين تباين إقليمي في الصين. الشرق ديال الصين غني في الفلاحة والصناعة والتجارة على الغرب والشمال والجنوب، حيث الشرق فيه قدم التعمير وعوامل بشرية وطبيعية وتاريخية هي اللي خلاته يولي غني، وهذا مشكل. فمن ناحية الشمال والجنوب والغرب ماشي غني بديك الدرجة اللي غني بها الشرق. الشرق كاين الفلاحة، كاين الصناعة، كاين الخدمة، كاين كلش. مشكل آخر مجالي يعني كاين في الصين، هي أن الشبكة ديال المواصلات الداخلية في الصين ضعيفة، بحكم أن الصين فيها الغرق ديال البشر، دونك الترانات والباصات والتاكسيات يعني الطاكسي عندهم واحد المشكل معه، وهو الضعف ديالهم ليه، حيت الصين كبيره بزاف من ناحيه عدد السكان، وهذاك الترانات والطاكسيات والباصات ما كافيينش ليها. دونك هذا مشكل مجالي. هنا غنكونوا سالينا كل شيء، سالينا الدرس ديال الصين، سالينا الدروس كامله ديال الجغرافيا. شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد السلسله هذه. كنتمنى تدخلوا عندي الانستغرام ديالي، ها هو غنخليه لتحت، اللي هو معاد احبوش. شكرا لكم بزاف خوتي على الاستماع، الى اللقاء.